السلام عليكم اصدقائي متابعين قناة ميزو جيمينج، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا. وقررنا اليوم نبلش بلعبة فورتنايت. نعم يا اصدقائي، بعد تفكير طويل دام لوقت طويل ايضا قررت انه ننزل مقطع للعبة، نزل هيك مقطع تجريبي بما انه اللعبة صايرة بلا بناء وهيك، فرح تكون حلوة على الاغلب. فرح نشوف اذا في تفاعل على الفيديو، رح نحاول ننزل مقاطع اسبوعية ان شاء الله. وبالطبع رح نشوف هلا التجربة رح شلون رح تكون، فلا تضحكوا علي لانه انا مو كتير لعيب فيها. وبترككم مع المقطع. اوه عدنا والان للقفزة الاسطورية من الطيارة الاسطورية. رح نرمي حالها في اي اتجاه ليست مشكلة. ناخذ لنا محل هيك مشان ما حدا يقتلنا، ناخذ محل يكون بعيد شوي بقدر الامكان. وسنلعب ببجي لو فورتنايت. لا فورتنايت، في واحد قريب علي كما ترون من مظلته. الله الله، عم تبين عندي انه في حدا. في عالم فوق، يا لهوي الى اين اذهب؟ والله هاي المنطقة اللي انا جايها منطقة زربة. هذا ما يجيني، هذا الكلب. لا 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 لا، انا راح اجيك. ها في صندوق هون، الصندوق سوف يساعدنا. هو صندوق غالي، هذا فيه اسلحة قوية. عم يقتل. وينه؟ وينك؟ وين راح؟ بلعب ليك؟ الموت الأخضر. تبدل السلاح. هاي؟ هذا سلاح سكار حلو. السكار سلاح لذيذ جدا. بجانبه مية واثنين وثلاثين. يا رب هرب هرب. مجالك مجالك. انا معلم بالتقنيص، يعني مو معلم بس ماشي حالنا يعني. شو عم يعمل هذا؟ هل هذا كان بوتن ام ماذا؟ أم ماذا؟ معقول؟ أيعقل هذا؟ لا لا لك. نشوف ايش في طلقات 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 طلقات. حلو، لازم اعبي الطلق اللي معي كمان. هدول واحد وراك. يموتي لعيب لك. جاييني بالشوت كان ما مشروب نادر. لا زون 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 زون
لا تقولوا في واحد قريب علي لو. يلا يلا حلوين. هون لا ضربة. هذا الحين اللي هون. اوه يا الهي كيف عم يشوفني؟ لاولو شكر ما بعرف مين عم يتشكروا بعض والشباب محاولينها لقعدة. والله هذا المكان حلو. هذا المكان انا احبه. لي لوت كثير. نلوت؟ شو رايكم؟ نلوت ونهجم. اذا نلاقي كم صندوق اول شيء. لا اين 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 هذا السلاح كمان منيح. هو نوع من انواع القناصة. لا في حدا هون. لا وينه؟ شفتك. وينو؟ هاي على هدفه الأول. مقتول يا كلبون. هاي كمان بتلزمنا فورا. بتلزمنا المشيئة. اوه الزون قديش بعيد على حظي. لازم الوت بسرعة. قتلنا واحد بس بيلزمنا مشروبات. وين راح نلاقي المشروبات يا حجر كون؟ لا وقعت. ليش اركض يا وان اركض. يلا ابحث. ما نفس سلاح تبعي تقريبا. راح ناخذ هذا سلاح. حاليا انا بدي شيء ثاني. راح ناخذ هذا السلاح كمان. هلا بالطريق بنظبطه. بس يا ريت لو كنا لقينا. المشكله الزون بعيد. لازم الحق حالي. ها في هون دم 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 دم. شو اي سلاح نبدل؟ راح نبدل هذا. نجيب هاد لهون. القناص لهون. وهاد لهون. خلينا نعبي شوي دم. هذا اهم شيء لدينا. في واحد عم يضرب من ورا. اجيتك. لا والله ما راح اجي. احسن شيء اهرب. انا نفسي اعرف انه العالم شلون بيركبوا الذئاب. ما بعرف شلون. هداك قديشو بعيد. هذا كيف بيركب على الحيوانات؟ انا ما بفهمه. اكل ضربتين. هرب الكلب السلوقي. هرب. ايوه انا ضربت له اياه الكلب الثاني. يلا عبي. قتله هو كمان على حظه. تبا كمان نوب. لو كنت بعرف العب كنت هلا قتلته. من وين عم يضربني؟ لا هلا بيكون هو تخبى بالحرش وعم يضربني الكلب. لا اجا.
لعيب انت ولك اسلحتك كلها ذهب. حلو 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 حلو. راح نشيل السكار ذهب يا الهي. هذا كمان ذهبي. شوف كان ذهبي كله ذهب. بس ما ضل معي دم. الكلب الحقير ضربني. لو كان سلاحي الثاني القناص القوي. ما عم يسترجي يجي الكلب. الله ولو بدك تركض مرة ثانية. لا بربي كحل عني. اشوف في اثنين عم يتقاتلوا. هذا انت كمان راح تجي هلا. راح تجي يا كلب. والله اكل ضربة مني بس 47 دمج. موتوا ليك. ها في واحد تحت كمان. في واحد قريب علي. اين 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 اين. كما تتصفي يا كلاب. صوت الحيوانات هي. في سيارة فوق. لا الأول الانتصار ملكي. يس يا سلام يا سلام. والله رهيبة رهيبة. واو. وهيك أصدقائي بيكون وصلنا لنهاية المقطع. وبشوفكم إن شاء الله بالمقاطع الجاية. مع السلامة.